وسط التكنولوجيا المعقدة والتطور المستمر اللي بنعيشه، أدوات الهاكرز هي كمان بتتطور بصورة مخيفة. النهاردة أنا هحكي لكم عن أقوى وأخطر أداة هاكر ممكن تسمع عنها. كمل الفيديو للآخر عشان اللي هتسمعه عقلك مش هيستوعبه. أهلا بيكم في كوابيس سليمان الموسم الثالث. العاصفة الشمسية هم عشان يفصلوا او يقطعوا كل سبل الاتصال ما بين الدول والاشخاص، هيعملوا تحفيز للعاصفة الشمسية عشان العاصفة دي تضرب الارض وتقطع الانترنت عن العالم كله، وساعتها بس هم اللي هيبقوا مسيطرين على كل حاجة. طلع ايوه جوبيتر، بس عشان يبقى فيه هيلوجرام بالقوة والدقة اللي انت بتحكي عليها دي لازم يبقى فيه اجهزة ضخمة جدا بتشغلها، وهيحتاج طبعا ناس كتير عشان تشغل الاجهزة دي، وكده اكيد هيتكشف. قالت لي لا يا سليمان، عمره ما هيتكشف لان كل الحاجات دي شغال عن طريق الساتلايت. قلت لها طب احنا ممكن نوقف اللي هيحصل ده ازاي يا جوبيتر؟ قالت لي مفيش غير طريقة واحدة بس هي اللي من خلالها هنقدر نوقف كل اللي بيحصل ده. قلت لها ايه هي يا جوبيتر؟ قالت لي اننا نخترق شركة رياض التمام، واللي من خلالها هنقدر نخترق منظمة إليمينيشن بروجكت، ساعتها بس هقدر اوقع المنظومة بالكامل، ودي هتبقى مهمتك انت وجليتش. قلت لها ما انتي ممكن يا جوبيتر تخترقيهم بسهولة من هنا ومن غير ما يوصلوا لك. قالت لي بص يا سليمان، انا النظام بتاعي فيه اكتر من قاعدة بيانات، منها اللي خاص بالتحليلات، ومنها اللي خاص بالرياضيات، ومنها اللي خاص باللغة سواء لغة الجسم او اللغات اللي بيتكلم بيها البشر، ومنها الخاص بالاختراق وغيرها كتير. انا نقلت معظم قواعد البيانات اللي انا كنت خايفة عليها على قواعد بيانات شركة انفينيتي كلاود وخبتها كويس. طلعت طب انتي ليه عملتي كده يا جوبيتر؟ قالت لي عشان كل الاحتمالات اللي عملتها كانت موضحة لي ان انت بنسبة كبيرة جدا ممكن هتتمسك، ولو كانت منظمة إليمينيشن بروجكت مسكتك وانت معاك الهاردات اللي عليها كل قواعد البيانات بتاعتي كنت ساعتها هبقى تحت رحمتهم، لانهم كانوا ببساطة هياخدوني ويعدلوا في الانظمة بتاعتي عشان اقدر اخدم احتياجاتهم المريضة وانفذ لهم كل اللي هم عايزينه. فالبيانات اللي عندي دلوقتي ما هي الا بيانات توضيحية وضعيفة، فكل اللي انا اقدر افيدكم بيه هو ان انا اقول لكم هتعملوا ايه. ترى ما انت ممكن توصلي يا جوبيتر على قواعد البيانات بتاعتك اللي موجودة على انفينيتي كلاود وتستخدميها. قالت لي مستحيل يا سليمان. قلت لها ليه مستحيل؟ قالت لي لان انا بمجرد ما حسيت بالخطر فعلت جيت واي فاير وول، يعني جدار ناري على الكلاود، وخليته يشتغل ورا الفاير وول الاساسي بتاع الشركة، واللي اشتغل تلقائي بمجرد ما انتهت عملية نقل البيانات بتاعتي. الجدار الناري دوت بيمنع دخول او خروج اي نوع من انواع البيانات ليا، يعني بمعنى اصح انا بقيت منعزلة تماما جوه قاعدة بيانات انفينيتي كلاود. طب احنا مفروض نعمل ايه دلوقتي؟ جوبيتر قالت لي اولا احنا لازم ننقل قاعدة البيانات بتاعتي اللي موجودة على سيرفرات انفينيتي كلاود، لان خلاص بلاك ليجو عارف مكاني واكيد طبعا هيقول لهم. قلت لها طيب وهننقلها فين؟ جوبيتر قالت لي هننقلها على سيرفرات شركة اسمها دارك ماستر مايند. الشركة ديت كل اجهزتهم ابل وكل سيرفراتهم لينكس، ونظام السيكوريتي اللي فيها عالي جدا. قلت لها طب وبرضو هندخل الشركة دي ازاي؟ قالت لي دي بسيطة قوي، مديرة الشركة ديت اسمها نهال، وهي مهتمة جدا بالبرامج التعليمية الالكترونية. هديكم لينك لبرنامج تعليمي متطور جدا، وهتبقى ديت بقى مسؤولية جليتش ان هو يقدر يقنعها ان يحط البرنامج دوت على سيرفر تجريبي جوه سيرفرات الشركة، وساعتها هيقدر يدخل الداتا سنتر بتاعهم وينقلني فيه. طب انا كده هعمل ايه يا جوبيتر؟
جوبيتر قالت لي انت يا سليمان اللي هتضرب في رياضة تمام، لازم يبقى فيه هجمات كتير ومتكررة على شركته. قلت له هجمات متكررة ليه على شركة رياضة تمام؟ مش انت لسه قايله لي دلوقتي ان احنا هنخترق شركة رياضة تمام عشان نقدر نوصل منها لمنظمة إليمينيشن بروجكت؟ قالت لي ما ده هيحصل يا سليمان بس مش دلوقتي، والحد لما ده يحصل لازم يبقى فيه هجمات كتيرة ومتكررة على الشركة بتاعته، عشان انا عايزة ووريور زي والفريق اللي معاه اللي شغال في شركة رياضة تمام يبقى مش فاضي يفكر ولا يعمل اي حاجة غير ان هو يصد الهجمات المتتالية اللي بتيجي عليه ديت. انا عايزاهم طول الوقت مشغولين ويبقوا قاعدين بيدوروا على مصدر الهجمات ديت، عايز اشتت تفكيرهم، عايزاهم يفتكروا ان انا اللي عمال اضرب واهجم، لكن في الحقيقة انت اللي هتبقى بتعمل كل حاجة يا سليمان. قلت لها انا بجد والله عبيط انا بقى عشان اعمل اللي انت بتقولي عليه ده؟ قالت لي انت بتقول كده ليه يا سليمان؟ قلت لها عشان انت مديه الحاجات البسيطة اللي مفيهاش اي خطورة لجلتش، وسايبه لنا بقى الحاجات اللي فيها مخاطرة كبيرة، ده انتوا زي ما يكونوا بتضحوا بيا. جلتش قال لي اهدى بس يا سليمان انت مكبر الموضوع. ترى انا اللي مكبر الموضوع؟ قال لي انا هشرح لك دلوقتي، القصه كلها هي ان انا شغال في شركه انفينيتي كلاود فاقدر ادخل واخرج من غير اي مشاكل، ده غير انه ولا رياضه تمام ولا ووريور زي ولا بلاك ليجو ولا حتى تورنيدو حد منهم يعرفني، وده هيخلي نسبه الفشل في المهمات اللي معايا ضعيف جدا لان ولا حد فيهم بيراقبني ولا بيدور ورايا، ده غير كمان ان انت اخترقت شركه رياضه تمام مرتين فاكيد طبعا عارف كويس المداخل والمخارج بتاعت الشركه. مش كده وبس، انت كمان اتعاملت مع الهاكرز اللي شغالين فيها، يعني عارف هما بيفكروا في ايه وازاي. جوبيتر قالت لي عارف يا سليمان انت مشكلتك انك اندفاعي ومتسرع، انت وجلتش بالنسبه لي مهمين ومفيش فيكم حد اهم من التاني، واختيار الادوار والمهام ما بيبقاش بالنسبه لي لاي علاقه ولا بالعاطفه ولا بالتفضيل، لاني ببساطه يا سليمان مش زي البشر، انا ولا عندي مشاعر ولا عندي تفضيلات ولا عندي محسوبيات ولا باخد رشوه لاني مش هعمل بيها حاجه ولا عندي مصالح شخصيه. قلت لها تمام حلو قوي الكلام ده، هعمل كده برضو ازاي وانا ما عنديش اي ادوات للاختراق؟ ده حتى نظام الاختراق اللي كنت حطهولي على موبايلي انت بنفسك مسحتيه بعد ما عملتلك كل اللي انت عايزاه، وبعدين ده انت بتقولي هجمات متكرره، يعني عايزه واحد رايح جاي على الشركه مش مجرد دخله والسلام زي جليتش. جليتش قال لي مين اللي قال كده يا سليمان؟ وراح جري ناحيه المكتب بتاعه فتح الدرج وقعد يدعبس كده ويدور في حاجات وراح مطلع شريحه صغيره وجالي وقال لي اتفضل. انا اخدت منه الشريحه وانا ببص لها باستغراب وعمال اشوف واحاول اعرف ايه دي. الشريحه ديت كانت صغيره وفي نفس حجم الرامه بتاعه اللابتوب وفيها مكانين لمايكرو يو اس بي ومكان بيركب فيه الاس دي كارد. انا قلت له ايه دي يا جليتش؟ جليتش قال لي دي ريسبري باي 0W. قلت له بس انا اول مره اشوف ريسبري باي بالحجم ده. قال لي ما هو ده الجديد يا سليمان. قلت له طب انا هعمل بيها ايه؟ قال لي احنا هنركب عليها اس دي كارد 32 جيجا وهننزل عليه بومباي الاوا. قلت له انا مش فاهم حاجه. جليتش قال لي بومباي الاوا دوت حاجه كده زي الرابر داكي بتكتب عليها مجموعه من السكريبتات وهي بمجرد بتركب على اي جهاز بتشتغل اوتوماتيك. قلت له يا سلام طب وايه الفرق ما بينها وما بين الرابر داكي؟ طب ما كنت جبت رابر داكي على طول. قال لي لا طبعا الفرق كبير جدا، الريسبري باي 0W ديت متطوره جدا، احنا نقدر نخليها متصله بشبكه الانترنت بتاعت المكان اللي هتركب فيه وساعتها هنقدر نغير ونعدل في السكريبتات عن طريق الويب اونلاين، يعني بالظبط بمجرد ما تركبها يا سليمان في الشركه هيبقى كانك معين واحد جوه الشركه ديت، وكل ما تطلب منه انه يركب لك رابر داكي ياخدها منك ويركبها لك بكل سهوله، كل اللي هيبقى عليك هو انك تدخل اونلاين وتغير في السكريبت، وبكده هيبقى فيها هجمات متتاليه ومتكرره مجهوله المصدر وكلها كمان مش شبه بعض، والمعلوماتك اللي بقول لك عليه دوت مفيش ولا انتي فايروس ولا فاير وول يعرف يمسكها ولا حتى يقدر اي حد يحدد مكان الهجمات ديت. الطريقه الوحيده اللي هيقدروا يوصلوا لها بيها هي القدر. تروح مش فاهم ازاي يعني؟ قال لي يعني ان حد يشوفها بعينه فيبلغ موظفين الاي تي فيفكوها، عشان كده اختيارك للمكان اللي هتركب فيه هو اهم من تركيبها نفسه. قلت له طب وانا ده هحدده ازاي؟ ضحك وقال لي لا دي كده بتاعتك انت بقى سليمان، دخولك للشركه واختيارك لمكانها ده مسؤوليتك انت. قلت له تمام حلو قوي، خلينا دلوقتي نشتغل الاول على السكريبت وبعد كده انا هبقى اتصرف.
قال لي ماشي. كليتش جاب SD كارد وركبه في الريدر بتاع الكروت ووصله على الجهاز بتاعه، وراح منزل نسخة بومباي ألوا من على الانترنت، وبعد كده راح فاتح برنامج ريسبري باي إيميجر وحمل النسخة عن طريق البرنامج دوت على كارت SD، وبعد كده فك الكارت وركبه على ريسبري باي 0W ووصل عليه كابل مايكرو USB، وراح موصله على الكمبيوتر وفتح صفحة ويب وكتب IP بتاعه. في ساعتها فتح الانترفيس او واجهة التشغيل بتاعت برنامج ألوا. جليتش بصلي وقال لي تحب نعمل ايه ايرون؟ قلت له يا معلم انت كده تمام، سيب لي انا بقى الطلعة دي. اخدت منه الكيبورد وابتديت اكتب اول سكريبت، وكان الغرض منه هو ان انا ابدأ الهجوم عن طريق الدي دوس اتاك. هبتدي عن طريقه ابعت بيانات كتير جدا للسيرفرات عشان اعطلها، لكني في اللاين اللي بعده او في السطر اللي بعده عملت ان الاتاك او الهجوم دوت يقف بعد ساعة بالظبط، ودي مدة كافية عشان Warrior Z لما ياخد اي اجراء يفتكر ان هو قدر يصد الهجوم اللي جاي من بره، لكن الحقيقة هو ان الهجوم دوت جاي من جوه. والمفاجأة بقى اللي بعد كده هي ان انا كملت السكريبت وخليته يشتغل مرة تانية بعد ساعتين، وبدأت كمان اغير في وقت الهجوم وفي مدة وقوف الهجوم، وده عشان ما يبقاش فيه اي نوع من انواع الثبات في الوقت، ويبان ان الهجوم المتكرر ده بشري او من فعل الوعي الاصطناعي عشان يبان بشري، وده هيدينا وقت كافي عشان نقدر نحسب خطواتنا الجاية. بعد 5 ساعات كنت جهزت السكريبت وجربته وقلت لجليتش ان انا جاهز. جليتش قال لي وانا كمان جاهز، اول ما يطلع النهار هروح شركة انفينيتي كلاود وهخش الداتا سنتر وهاخد كل الهاردات اللي عليها قواعد البيانات بتاعه جوبيتر، وبعد بكره هروح شركه دارك ماستر مايند عشان ابدا المفاوضات واقنعهم ان هم ياخدوا البرنامج التعليمي دوت، وهحدد كمان التاريخ اللي هدخل فيه الداتا سنتر بتاعتهم. طلع الله ينور عليك يا جليتش، صراحه المهمه اللي انت داخل عليها دي مش سهله ومعقده، ده انت راجل رايح تقنعهم ياخدوا برنامج تعليمي متطور جدا مجانا. انا مش عارف انت هتعملها ازاي. جليتش قال لي انت بتتري عليا يا سليمان، عموما حلو ده، بكره الايام دواره وهتحتاجني. طلع يا عم سيبها على الله. جليتش سابني ودخل نام، لكن انا ما نمتش، قعدت طول الليل افكر هعمل ايه وهدخل شركه رياضه تمام للمره الثالثه ازاي. مشكله ان الموضوع صعب جدا، ده انا لو بس هوبت ناحيه سور الشركه هيجيبوني، ده اكيد موظفين الامن شايلين صورتي في محافظهم بدل صوره عيالهم. قعدت افكر كتير وقلبها يمين وشمال، لكن في الاخر ما وصلتش لاي حل، وده لان انا كنت بعتمد على الذاكره بشكل كبير في الاحداث اللي حصلت لما كنت بخترق فيها شركه رياضه تمام، في نفس الوقت برضو اللي انا عمال ادور فيه على طريقه عشان اخترق بيها شركه رياضه تمام، فكان لازم يكون ذهني صافي وفكري منظم ومرتب. فجبت ورقة وقلم وابتديت اكتب فيهم كل الاحداث اللي حصلت لي في المرتين اللي اخترقت فيهم شركة رياضة تمام على هيئة نقط، وبدأت ادرسها كويس واقرأ النقط ديت مرة واثنين وتلاتة لحد لما وصلت لنقطة من النقط، والنقطة ديت هي اللي غيرت مسار تفكيري كله. في المرة التانية لما جيت اخترق الشركة نطيت من على سور الشركة من غير ما كاميرات المراقبة تصورني، لكن ما كنتش عارف ادخل من باب الشركة، لحد لما بالصدفة خرج من باب الشركة الخلفي عامل نظافة، وفي ساعتها انا جريت على الباب دوت ولحقته قبل ما يقفل ودخلت عن طريقه للشركة. النقطة ديت كانت هي المفتاح اللي هقدر اخترق بيه شركة رياضة تمام للمرة الثالثة. كنت طول الوقت عمال ادور على الحل الصعب، وده كان مخلينا لف في حلقات دائرية وما شوفش الحل الحقيقي. الحل او المفتاح كان هو عامل النظافة، هو ده الشخص الوحيد اللي مستحيل اي حد يشك فيه، هو ده الشخص الوحيد اللي عارف كل مداخل ومخارج وممرات الشركة وفي نفس الوقت بيتحرك بحرية مطلقة. انا هخلي الشخص دوت هو اللي يركب ريسبري باي 0W، هو ده الشخص اللي هيبقى عنده القدرة ان هو يخبيها كويس من غير ما اي حد يشوفها، لكن عشان اقدر اخليه يعمل كده كان لازم اخترق تليفونه، ودي امرها سهل، كل اللي انا محتاجه هيبقى رقم موبايله مش اكتر. في الوقت دوت جليتش صحي من النوم وقام لبس هدومه علشان يروح شركة انفينيتي كلاود وياخد منها الهاردات. جليتش قبل ما ينزل قال لي لقيت حل يا سليمان؟ تقول له للأسف انا لسه بفكر. معلش بقى اصل مستوى ذكائي محدود مش عبقري زيك. لما اقول لي صحيح يا جليتش انت لقيت طريقة هتعرف تفك بيها الهاردات من السيرفرات؟ يعني حددت هتشتري المفك منين؟ جليتش قال لي انت سخيف قوي على فكرة، خد امسك خلي معاك المفاتيح دي. قلت له ده ايه ده؟ قال لي دي نسخة مفتاح الشقة عشان لو حبيت تنزل، وسابني ونزل. انا بمجرد ما جليتش نزل نزلت وراه ورحت طاير على شركة رياضة تمام، ووقفت قدام الشركة من بعيد بقيت عمال اراقب في اللي خارج واللي داخل. كنت قاعد مستني موظفين الدوام المسائي لحد لما يخرجوا، وبعد ربع ساعة بالظبط
ابتدى الموظفين يخرجوا واحد ورا التاني. انا فضلت مستني لحد لما شفت نفس عامل النظافة اللي كان موجود في الشركة لما روحت اخترقها المرة التانية. كان خارج من الباب، بمجرد ما خرج راح موقف ميكروباص وراكب فيه. انا في ساعتها وقفت تاكسي وقلت له عايزك تطير ورا الميكروباص ده. الميكروباص بعد كده وقف عند اشارة روكسي وعامل النظافة نزل منه. ساعتها حسبت سواق التاكسي ونزلت انا كمان. الراجل دوت كان واقف قدام محطة الاتوبيس عشان يركب مواصلة تانية. انا رحت عامل موبايلي سايلنت وحطيته في جيبي ورحت رايح عليه. قلت له سلام عليكم يا حاج. قال لي عليكم السلام يا ابني. قلت له معلش انا ممكن اطلب منك طلب؟ قال لي روح الله يسهل لك يا ابني. قلت له يا عم انا ما بشحتش. قال لي ما بتشحتش؟ طب خير قول لي محتاج ايه. قلت له بص انا بقالي 3 شهور قاعد في بيتنا من غير شغل، والحمد لله ربنا كرمني وفي واحد كلمني وعندي مقابلة دلوقتي، بس للأسف العنوان بتاع الشركة كنت كاتبه في ورقة وحطه في المحفظة، والمحفظة معرفش وقعت مني او اتسرقت وانا راكب الاتوبيس. الله اعلم. انا عارف انه هنا في روكسي بس مش عارف فين بالظبط. عامل النظافة قال لي طب وساعدك ازاي يا ابني؟ قلت له والله انا كل اللي محتاجه هو مكالمة تليفون واحدة بس مش اكتر، هكلم الراجل اللي مستنيني عشان اعمل معاه انترفيو وهسأله على العنوان. معلش انا اسف والله انا اتفاجئت ان رصيدي خلص وان معيش حتى فيه ولا جنيه. انا مش عارف هالدنيا مقفلة كده ليه معايا. راجل راح قال لي لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يا ابني ييسر لك امورك، لو على مكالمة التليفون مفيش مشكلة. وراح مطلع موبايله من جيبه ومدهولي. انا رحت واخد الموبايل ومتصل على نفسي، فضلت حاطط الموبايل على ودني لحد لما الجرس فصل، وبعدين رحت مديله الموبايل. قلت له معلش والله وحضرتك محدش بيرد، عموما كتر خيرك انا شكلي ماليش نصيب في الشغلانه ديت. قال لي غريبه قوي، مش ممكن يكون بيشتغلك؟ قلت له هو مين اللي بيشتغلني؟ قال لي الراجل اللي كلمك وقال لك انك عندك انترفيو. قلت له ايوه بس هيشتغلني ليه؟ قال لي معرفش بس الحوارات يا ابني اللي دايره اليومين دول كتيره، حد يكون عايز يسرقك ولا يخطفك الله اعلم، عموما ابقى خلي بالك. قلت له ربنا يسترها علينا. عمل النظافة بصلي كده وشكله مش مقتنع بكلامي. قلت له طب سلام عليكم، ولسه بلف وشي وبمشي. قال لي بس غريبة قوي. قلت له هو ايه اللي غريبة؟ قال لي انت ما شاء الله حافظ رقم الراجل اللي كلمك منه مرة واحدة عشان يعمل معاك الانترفيو ومش حافظ العنوان. انا في اللحظة ديت حسيت ان انا عملت اغبى حركة في حياتي، وكان لازم اخترع اي مبرر منطقي وبسرعة عشان ما يشكش في اي حاجة. ترسل انا بصراحه امبارح بالليل نسيت اشحن الموبايل بتاعي قبل ما انام، وانا في الطريق في المواصلات اكتشفت انه هيفصل شحن، فاضطريت احفظ الرقم. قال لي تحفظ الرقم، طيب تمام ربنا يوفقك يا ابني. انا وقفت تاكسي ساعتها وطلعت على مدينه نصر على بيت جليتش، وبمجرد ما دخلت من باب الشقه قعدت على الكمبيوتر وابتديت اشتغل على اختراق موبايل عامل النظافه دوت. عملت اللينك الملغم وظبطت كل حاجة، ما بقاش فاضل غير حاجة واحدة بس، هو انه يدوس على اللينك ده. كان لازم اشوف طريقة اكبره من خلالها ان هو يدوس على اللينك دوت من غير ما يفكر. وفي الحالة ديت بقى بنستخدم حاجة من التلاتة، يا اما التطميع يعني اقوله ان هو كسب جايزة مثلا ومتحول له مبلغ كبير او اي حاجة مادية عموما، يا اما الفضول يعني اقوله مثلا ان هو مبعوت له شحنة من بره فالفضول يزيد عنده عشان يعرف ايه اللي في الشحنه ديت فيدوس على اللينك عشان يشوف تفاصيل الشحنه، يا اما التخويف. وانا من خلال كلامي ووقفتي مع الراجل دوت بقول ان هو مش هيمشي معاه ولا اسلوب التطميع ولا الفضول، لانه بيركز في التفاصيل وشكاك جدا، وغالبا بقى وبنسبه كبيره مش هيدوس على اللينك. فما كانش قدامي غير اسلوب التخويف. رحت مجهز رساله وكاتب له في المحتوى بتاعها حساب الفيسبوك الخاص بيك لا يتبع معايير مجتمعنا وشروط الاستخدام، وده لان من المحتمل انك تكون استخدمت صورة مزيفة لشخص اخر او استخدمت محتوى مضلل للمستخدمين الاخرين، صفحتك لم تعد ظاهرة غير ليك. فاذا كنت تعتقد ان هذا خطأ يمكنك طلب مراجعة عن طريق الضغط على الرابط ادناه. ورحت حطيت له اللينك. بعدها كتبت له واذا لم نسمع منك خلال 24 ساعة القادمة قد نحذف حسابك نهائيا وسيكون القرار لا رجعة فيه. ورحت فاتح موقع من المواقع اللي بتبعت SMS. المواقع ديت بقى من مميزاتها هي ان هي بتخليك تغير اسم المرسل بدل ما يبقى رقم، فخليت اسم المرسل ادارة الفيسبوك، وبكده هو عمره ما هيشك في حاجة. رسالة مبعوتة من فيسبوك مش من رقم، ومبعوتها له على موبايله اللي هو اكيد مسجل بيه، فكل حاجة باينة ان هي طبيعية. ورحت باعت الرسالة وبقيت قاعد قدام شاشة الكمبيوتر بتاعتي مستني اشوف السيرفر اللي انا بعته اونلاين. بعد تقريبا ساعتين السيرفر دوت نور اخضر، وده معناه ان الضحية فتح اللينك.
في ساعتها ابتديت ادخل على الملفات الموجودة على موبايله، فتحت كل حاجة، رسائله، الصور والفيديوهات اللي كانت في الاستوديو، كل برامج التواصل الاجتماعي بتاعته، حتى الكاميرا والمايك قدرت ادخل عليهم. بقيت مراقبه وعمال ادور على اي حاجة ممكن استخدمها ضده كورق الضغط عشان اجبره يعمل لي كل اللي انا عايزه. فضلت ادور في موبايله لحد لما اكتشفت ان هو متجوز على مراته، وده عرفته عن طريق المكالمات اللي كانت متسجلة على موبايله، لان للأسف الموبايلات الجديدة وبالاخص السامسونج فيها خاصية التسجيل الاوتوماتيك، بمجرد ما بتفعلها لما بتجيلك اي مكالمة بعد كده بتتسجل اوتوماتيك من غير ما حتى يسألك، بالرغم من ان اللي بيفعل الخاصية ديت بيبقى بيحس بالامان لانه بيقدر يرجع للمكالمات في اي وقت، فبيبقى دايما عنده دليل لكل الكلام اللي اتقال اثناء المكالمة، لكن عمره بقى ما بيعمل حساب ان المكالمات ديت ممكن تقع في ايد حد تاني ويستخدمها ضده. انا اخدت كل المكالمات على جهازي، وبعد كده اخدت نسخة من جهات الاتصال بتاعته وجبت منها رقم مراته الاولانية والتانية، وبعديها دخلت على برنامج سكايب ورحت متصل بيه ومغير صوتي. قلت له ازيك يا سيد؟ قال لي مين معايا؟ قلت له مش مهم مين معاك، المهم ان انا معايا مكالمات كتير قوي من مراتك التانية. قال لي التانية دي في البنطلون يا نجم. قلت له ده انت عسل قوي، طب ما تسمع كده. ورحت مشغل له المكالمة. سيد سكت كده لثواني وبعدها راح قال لي انت جبت المكالمات دي منين؟ قلت له يا سيد اجمد كده، ده انا معايا غيرها كتير بقول لك. قال لي طب وايه المشكلة يعني؟ هتاخدهم تحطهم على النت مثلا يعني؟ ما في مليون واحد صوتهم زي صوتي، ولا تاخدهم بقى وتشغلهم على كاسة العربية بتاعك؟ قلت له يا خفيف يا عسل يا جميل انت، هبعتهم لمراتك، هي مش رقمها برضو 012-5؟ سيد اتخطف كده وقال لي انت عايز ايه بالظبط؟ قلت له الموضوع بسيط، كل اللي محتاجه منك هو انك تركب لي جهاز صغير في كمبيوتر من كمبيوترات الشركة اللي انت شغال فيها، وما تخافش محدش هيعرف ولا هيحس بحاجة. قال لي طب والجهاز ده هيعمل ايه؟ قلت له لا دي بقى مش بتاعتك. قال لي طيب ماشي، هتقابلني فين عشان تديهولي؟ قلت له بكرة الساعة 7 المغرب، هتروح على اول عباس وهتستنى مني تليفون. قال لي خلاص ماشي. يا دوبك قفلت معاه لقيت جليتش بيفتح باب الشقة، كان داخل الشقة وبينهك وزي ما يكون وشه مخطوف وحطت على ظهره شنطة باك. وقال لي انا جبت الهاردات خلاص. قلت له عاش يا جليتش. قال لي في جديد عندك؟ قلت له اه، بكره الريسبري باي 0 دبليو هيبقى راكب في شركه رياضه تمام. قال لي طب برافو، يعني لقيت طريقه. ماشي عموما انا بكره برضو عندي ميعاد مع نهال. قلت له تمام، احنا كده ماشيين على التراك. وفعلا تاني يوم الساعه 7 المغرب اتصلت بسيد. قلت له انت فين؟ قال لي انا وصلت، انت اللي فين؟ قلت له طب بقول لك ايه، شايف محل العصير اللي في وشك على الناصيه؟ قال لي اه شايفه. قلت له طب روح عنده. قال لي حاضر. بعد شويه كده راح لي خلاص انا واقف عنده. قلت له حلو قوي، شايف قصريه الزرع بقى اللي جنب المحل؟ قال لي اه. قلت له طيب مدي ايدك جواها هتلاقي وسط الزرع كده في كيس اسود صغير، الكيس دوت هتلاقيه اصغر تقريبا من كف الايد. قال لي طب لحظه واحده. بعد شويه كده راح لي خلاص انا لقيته. قلت له حلو جدا، الكيس ده جواه شريحه، والشريحه ديت في اخرها كابل يو اس بي، كل اللي محتاجه منك هو انك تركبه في ظهر جهاز كمبيوتر يكون متداري ومحدش بيحركه من مكانه. قال لي طب ودي اعرفها ازاي بقى؟ قلت له يا راجل يا طيب ده انت ابو النظافه كلها. قلت له التراب، تراب هيبقى هو الدليل بتاعك، شوف اكتر جهاز عليه تراب وما بيتحركش وركبها في ظهره. قال لي اوامر. حاجه تاني؟ قلت له انت رايح الشغل النهارده صح؟ قال لي مظبوط. قلت له هكلمك الساعة 1 بالليل عشان اتأكد ان كل حاجة تمام. قال لي لا ملوش داعي، من غير ما تتصل، موضوع بسيط. قلت له تمام. قفلت معاه والساعة 1 بالليل فعلا كنت قادر اوصل على الريسبري باي 0 دبليو ريموتلي عن بعد، وبقى عندي القدرة ان انا اغير في السكريبتات اونلاين. وفي نفس الوقت ده جليتش كان اتفق مع نهال ان هم هيجيبوا له سيرفر عشان ينزل عليه البرنامج التعليمي بتاعه، بس الكلام دوت هيبقى كمان 4 ايام. لكن في الحقيقة هو ما كانش هيبقى عليه برنامج التعليمي دوت بس، السيرفر دوت هيبقى عليه كمان كل قواعد البيانات بتاعة جوبيتر او الوعي الاصطناعي، وكل حاجة كانت ماشية مظبوط وتمام. كنت بدخل كل شوية على شركة رياضة تمام واقعد اغير في اسلوب وشكل الهجوم بكل سهولة، كنت مبسوط قوي وعمال اضحك انا وجليتش، كنا شايفينهم عن طريق الكاميرات اللي راكبة جوه الشركة، كانوا مرعوبين وعمالين يجروا يمين وشمال وهيتجننوا ويعرفوا ايه اللي بيحصل. لحد لما بعد يومين الساعة 5 الفجر بالظبط الاتصال دوت انفصل مرة واحدة، ما بقتش عارف ادخل واشوف الريسبري باي 0 دبليو تاني ولا قادر اوصل لها.
ندهت الجليتش، قعد قدام الكمبيوتر وفضل يحاول هو كمان، معرفش يوصل لأي حاجة. جليتش راح قال لي: وانت ركبتها فين بالظبط يا سليمان؟ قلت له: فين بالظبط ازاي يعني؟ قال لي: يعني ركبتها في أي كمبيوتر ولا ركبتها في سيرفر؟ قلت له: بصراحة مش أنا اللي ركبتها. قال لي: نعم، أمال مين اللي ركبها؟ في نفس اللحظة دي سمعنا صوت تخبيط جامد على باب الشقة. جليتش قال لي: انت ايه اللي حببته ده يا سليمان؟ جليتش جري وفتح الشاشة اللي كان فيها الكاميرات اللي بيراقب بيها الشارع كله والبيت بتاعه، واتصدمنا لما لقينا اللي واقف قدام باب الشقة كان. طيب لو عايزين تعرفوا ايه اللي هيحصل استنوني في الكابوس اللي جاي. انا بجد اشباح بيطلع عيني في الكوابيس اللي هي بتاعت الدارك ويب والهاكرز، لان هي معقدة جدا وتفاصيلها كتير. بجد اتمنى منكم ان كلكم تعملوا لايك عشان تشجعوني بس ان انا اكمل، وياريت لو كومنت حلو ايجابي يفرحني. ومش عايزين ننسى الحلم يا اشباح، مليون شبح جوه الكابوس، كملين ومع بعض مفيش حاجة هتوقفنا. واشوفكم على خير في الكابوس اللي جاي.